قبل التعريف ديال العدد العقدي، إذا شفنا جميع الخاصيات بما فيها المقلوب عدد عقدي، إذا قلنا على أن المقلوب دائما كنحاولوا نفكروا أننا نضربوا العدد المرافق، بحال مثلا هذا المثال. إذا لخدينا مثلا العدد اللي هو 1 زائد 2 إي على 3 زائد إي، إذا ما هو المرافق لعدد 3 زائد إي؟ إذا هو 3 ناقص. إذا هنا الملاحظة اللي يمكننا حيث ان المش دائما كنحاولوا ان التلاميذ يحيدوا منه دوك الاخطاء، وخصوصا لان القواعد، بالنسبه للقواعد يمكن لك تقرا الدرس وتفهم، ولكن هناك اخطاء وتمثلات بالنسبه للتلميذ، يعني هي اللي تقدر تاثر عليه بطبيعه الحال في المسار ديالو في هذه الماده. اذا مثلا لو خدينا واحد اكزومبل، مثلا واحد اكزومبل 1 زائد اي، ودرنا هذا العدد بين قوسين، ودرنا مثلا ناقص 2 اي، كاين بعض التلاميذ كيعتبروا على ان المقابل ديال هذا العدد، ده المقابل، الا جينا نقولوا مثلا المقابل العدد درنا كنرمزوا ليه نورمالمون زد هي ا بلوس اي بي. اذا الا قلنا مقابل ديال هذا اللي كنرمزو ليه بزد بار، اذا زد بار هيكون بطبيعة الحال هو ا ناقص اي بي. اذا نورمالمون هنا فين خصني ندير لو لاتين موان؟ نورمالمون خصني نديرها فيما كاينه اي. اذا نورمالمون خصني ندير العكس، الوغ العكس ديال هاد ليكزومبل. اذا بالنسبه للافيرس، اذا هيكون عندنا 1 اذا بلوس اي، اذا اونتخ دو غيفي، اذا زدنا بلوس مثلا المقابل ديال هذا. اذا نعطيكم واحد ليكزومبل، واحد الجواب، وقولوا لي واش صحيح او لا خطا. اذا بالنسبه اللي درت دابا ناقص 2 اي. اذا بالنسبه نحاول ان ناخذ منكم بعض الاقتراحات. إذا واش هذا اللي رمزت ليه بزاد، وهذا أعطيته مثلا زاد بار، إذا واش العملية سليمة أم لا؟ إذا واش العملية سليمة أم لا؟ إذا بالنسبة إلا كانت بالنسبة نعطيكم أوتخ ريبونس، إذا بالنسبة إلا كانت صحيحة عطوني أن، إلا كانت خطأ عطوني زيرو. إذا بالنسبة كاين اللي فيكم دار أن، كاين اللي دار زيرو. إذا بالنسبة علاش نورمالمون نمشيو مثلا هنا، علاش خاطئة؟ نشوفوا علاش. إذا بالنسبة للتعريف ديال العدد، إذا دائما خاصني الكتابة خاصها شوية ديال التبسيط، إذا يعني خاصك نبسطو الكتابة هذه بعدا عاد يمكننا نديرو. إذا خاصنا نكتبو على هذا الشكل 1 زائد 3 3 إي، وي إذا 1 زائد 3 إي، نعم عاد يمكن لي ندير المقابل ديال هذا العدد، إذا المقابل اللي هو 1 ناقص 3. دونك هاد لا ريبونس اللي عطيت إذا خطأ، ما خصناش نعتمدو عليها. ألوغ وي، إذا نحاولو أننا نبتداو هاد لي زيرور اللي كتكون بعض المرات، غير أنها ماشي سوء فهم، ولكن خاصها أنها تحيد نورمالمون. اذا هذا هو الهدف ديالنا، اننا نحاولوا اننا القواعد نثبتوها عليها. ما دائما هذه القاعده كتكون في الامتحان عندها واحد البورسونتاج، لان التلميذ خاص من الاهداف ديالو في الدرس خصو يعرف كيفاش يعطينا المقابل ديال العدد، ويعطينا كذلك المقلوب. من غادي نشوفوا كذلك المقلوب. اذا الى خدينا مثلا هذا الكتاب، هذا العدد هذا نعطيه على شكل جبري، اذا خاصنا نضربوا المقام في المرافق ديال 3، 3 زائد اي، المرافق ديالو هو 3 ناقص اي. اذا علاش كنضربوا في المرافق باش تولي عندنا المتطابقه الهامه اللي هي ا اس 2 ناقص بي اس 2 متطابقه هامه رقم 3. اذا يعني كيولي المقام ديال هذا العدد كيولي مقام عدد صحيح، وبطبيعه الحال لو العدد صحيح كنقسموا هذا البسط على المقام، وكنحدوا فينا هو الجزء الحقيقي ثم فينا هو الجزء الخيالي. نعم، اذا فينا هو الجزء الحقيقي ثم الجزء الخيالي. اذا مثلا هذا العدد كذلك، اذا شنو هي العمليه اللي غادي ندير؟ اذا شنو العمليه اللي درنا هنا؟ اذا قبل، اذا من هذه المرحله
إذا أننا ضربنا في المرافق ديال العدد اللي هو واحد. نعم، يمكن لكم تعطيني واحد الجواب. إذا شنو هو المرافق ديال واحد زائد اثنان اي؟ المرافق ديال واحد زائد اثنان اي، إذا حاول أنكم تكتبوا لي. نعم، اللي هو واحد ناقص اثنان اي. نعم سي بيان. الو، بعد ما ضربنا في المرافق، إذا الهدف ديال المرافق هو جعل المقام عدد صحيح، خصوصا في الاعداد. ملي هو النقطه اللي كنمثلوها في محور الافاصيل اللي كنسميوه محور الاعداد الحقيقيه، وبي كنمثلوه في محور الاراتيث اللي كنسميوه محور الاعداد الخياليه. اذا شفنا هذا الشيء بالنسبه للحصه اللي فاتت، وكذلك شفنا على ان المتجهه كذلك فهي عندها واحد اللاحق اللي كذلك كتمثل به. اذا الى خدينا مثلا هذه المتجهه اللي عندها ا زائد بي، اللي شفنا اللاحق ديالها، اذا اللاحق ديالها هو بلس اي بي. اذا مثلا الى خدينا ا بلس اي بي، اذا ناخذ مثلا اكزومبل سهل. اذا ناخذ واحد اكزومبل بالنسبه للسهل، اذا ناخذ واحد اكزومبل. الو، الى خدينا واحد اكزومبل سهل بالنسبه لهذه الطريقه، اذا غادي ناخذ مثلا وي يو. اذا ناخذ واحد ليكزومبل سهل مثلا، اذا الى خدينا الو الى خدينا مثلا هذا، اذا ناخذ مثلا بحال هنا واحد زائد اثنان اي. اذا نشوفوا هنا مثلا في الطرف، اذا بالنسبه لابيكس ديال اي، نعطيه مثلا اسم ديال افيكس ديال اي، كان افيكس يساوي افيكس اي. دابا كيفاش يمكن نمثلو هاد نعم، اذا كيفاش يمكن نمثلو؟ اذا قلنا على ان العدد اللي تيكون حقيقي هو كيمثل محور العدد الحقيقية، اللي هو مثلا هنا نديرو معلم، نديرو مثلا متجهة اي ثم التعامد اصل المعلم. اذا هنا بالنسبه ل ناخذ نعم محور الافاصيل سي بيان. اذا ناخذ كوم بيان ناخذ واحد، ومحور الاراتيب ناخذ دو، وي لان العدد الخيالي. نعم، اذا هذه هي النقطه اللي غادي نربطها مع اصل المعلم، وغادي نرسم واحد المتجهه اللي غادي نسميها متجهه اي. اذا بالنسبه متجهه اي، اذا عارفين بالنسبه نقدروا كذلك نذكروا بعض الاساسيات على المتجهه. اذا باش ننشأ مثلا مجموع متجهتين في المستوى، اذا خاصني نستعمل الخاصيه ديال شارل، وكذلك بتوظيف هذا الشيء على حساب بطبيعه الحال المتوازي اضلاع. اذا باستعمال المتوازي اضلاع، اذا مثلا باش تكون متجهه بهذا النوع، مثلا عندهم المتجهه اي بالنسبة للأصل ديالها، أصل المتجهة اللي هو هذا، وهذا الطرف ديال المتجهة. نعم، ثم بالنسبة للمتجهة بي اللي هو الأصل ديالها منطبق مع الأصل ديال المتجهة U. إذا ما خاصوش يكون في هذه الوضعية باش ندير نورمالمون، خاصني نحاول أنني ننشأ واحد نكون واحد متوازي أضلاع. علاش؟ باش يمكن لي، لأن متوازي أضلاع كيمكنني على أن كل متجهتين متقابلتين متساويتين، يعني يمكن لي نلقى هذه المتجهه هذه الزي اللي هي كذلك كتساوي الزي نفسها. وبطبيعه الحال في هذه الحاله هذه، ملي كيكون متجهه كنقولوا مثلا طرف منطبق مع الاصل ديال الاخرى، هنا يمكن لي ندير المجموع ديال U. نعم، U زائد زي. اذا دائما خصني نحاول انني ننشا متوازي الاضلاع هذا في اطار الحصول على مجموع متجهتين. اذا مجموع متجهتين، اذا نشوفوا بعض الخاصيات في هذا الاطار. نعم، بعض الخاصيات. اذا شفنا على ان بالنسبه باش ننشأ باش نحسب لافيكس، يعني اللاحق ديال مجموع متجهتين، كنجمع الجزء الخيالي مع الجزء، اذا الجزء الخيالي، لان هنا الجزء الخيالي مع الجزء الخيالي، ثم الجزء هنا خاصني نكتب واحد اي. اذا اي بي، نعم،
إذا بالنسبة للجزء الخيالي، لأن هنا بين قوسين الإيمان بانت هنا، نعم. ثم الجزء، إذا الجزء الخيالي مع الجزء الخيالي، ثم إذا هنا كتلاحظوا على أن إذا جينا نجمعوا هذا المجموع U عندها A زائد C، يعني الحقيقي مع الحقيقي والخيالي مع الخيالي، فرقناهم غادي يعطينا بطبيعة الحال إي بي، يعني جزء ديال لاحق ديال المتجه U مع لاحق ديال المتجه V. يعني هو غير أنك يمكن لك دير لاحق ديال المتجه U ودير لاحق ديال المتجه V، تنشأ المجموع ديال المتجهتين كما هو ممثل هنا، كما وريتكم الخاصية، لأن هذا المتجه إي ها هي النيت هاي هنا، نفسها النيت هاي، يمكن لي دابا ندير المجموع. إذا إلا حصلنا على إلا بغينا ننتجو هذه الإحداثية، تيكون الأفصول ديالها إذا هو أ زائد سي، يعني الجزء بطبيعة الحال الحقيقي زائد الجزء الحقيقي ديال المتجه إي مع الجزء الخيالي مع الجزء الخيالي. إذا هادو بعض الخاصيات، وكذلك ديال ضرب في عدد حقيقي في لندا. حق جهاز لان جميع الخاصيات الاساسيه اللي كتطبق على هذا المتجه. اذا خلاصه ديال يعني يمكن لنا نديرو هو زد. اذا مثلا المتجهه عندنا متجهه، اذا متجهه ابي، اذا ناخذ واحد المثال، الو عندنا مثلا متجهه ابي، بحال اللي كنديرو نيت بالنسبه للحقيقي عندي مثلا، راه نفس الشيء كندير النقطه هنا بالنسبه للقرار. اذا اكس بي ناقص اكس ا ثم ايكغيك بي ناقص ايكغيك واي. اذا بالنسبه للاعداد العقديه كما كيكون عندي كندير زد بي موان زد ا، زد بي موان زد. اذا هاد الامكانيه فهي كتمكنني انني بطبيعه الحال نستحضر مجموعه من الخصائص. يعني كتعرفوا على ان الا بغينا مثلا اي متساف ا بي، احداثيات ديال اي او اللاحق ديال اي هو لاحق ديال ا زائد اللاحق ديال بي على اثنين، من جبناها اذا جبناها من الخاصيه ديال تساوي متجهتين ا اي كتساوي اي بي لكن اي متساف ا بي. اذا هذه الخاصيه بينا باستعمال المتجهه كذلك. ثم استقاميه باش نقول على ان ا و بي و سي ثلاث نقاط مستقيمه، اذا تواجد الفا ينتمي الى ار بحيث ان ا سي كتساوي ا بي. اذا لا بغينا نقولوا لا فيكس ديال ا سي كيساوي الفا لا فيكس ديال ا بي، وبغينا نحسبوا لا فيكس ديال سي موان، اذا زد سي موان زد ا على زد موان زد الفا ممتاز. الو كيفاش يمكننا نطبقوا هادشي في مثال؟ اذا غادي نعطيكم مثال ديال هاد النموذج. اذا كيفاش يمكننا نطبقوا هادشي في مثال؟ اذا غادي يكون مثلا نقدر نحدد مثلا القيمة ديال واحد ويكون مثلا مجهول، أو لا يمكن لي نحدد مثلا الطبيعة ديال بعض الأشكال بحال مثلا الرباعي أ بي سي دي كما كنشوفوه. قالوا لنا عطاونا اللاحق ديال النقط ديالو، قالوا لنا مثلا شفنا واش هاد الرباعي واش متوازي الأضلاع، يعني كيفاش خصني نبين أنه متوازي؟ حنا كنعرفوا أننا في الخاصيات المتجهات ملي كيقولوا عطاونا مثلا قالوا لنا مثلا أ بي سي دي راه متوازي اضلاع، اذا خاصني نقول على ان اذا خاصني نبين على ان المتجهه ا بي. اذا كنمشيو في الترتيب، اذا انا جيت انا مثلا ندير هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، اذا خاصني من نورمالمون خاصني الترتيب نبدلو شويه. اذا غنقول اذا ا بي سي دي، اذا هنا نورمالمون الا قلت ا بي سي دي متوازي الاضلاع، يعني خصني نبين ان المتجهه ا بي كتساوي المتجهه دي سي. الو كيفاش غادي نبينو هادشي؟ اعتمادا على العدد العقدي، يعني خصني نقول لافيكس يعني اللاحق ديال المتجهه ا بي خصو يكون تساوي اللاحق ديال المتجهه دي سي. اذا كيفاش ممكننا مثلا نحسبو اللاحق ديال المتجهات؟ اذا غادي نشوفو هنا مثال. الو قلنا على ان مثلا المتجهات دي سي، الو متجهات دي سي، اذا هنا نكتب متجهات دي سي، اذا لافيك ديالها ا اس دوز اف. اذا الدرس هذا مهم سهل جدا، غير انك خاصك تحاول تضبط هاد الخطيط كاملين. اذا حاول انكم تعطوني كيفاش كيتكتب لافيكس ديال دي سي. هو زد سي، اذا زد سي موان زد دي. C'est bien.
الوغ زد سي موان زد دي. اذا زد سي موان زد دي نمشيو نشوفوا. اذا عندنا حداتي، عندنا لاحق ديال النقطه سي، عندنا اللاحق ديال النقطه دي، وكذلك عندنا لاحق ديال النقطه ا و بي. اذا هذه الامور كامله عندنا. اذا زد، اذا زد سي موان زد دي ثم زد بي موان زد ا سي بيان. الوغ حسبناه وبعد التبسيط، اذا هتكون عندنا هنا تبقى لنا شحال، اذا هتبقى لنا، اذا هتكون عندنا دوز، اذا هتبقى لنا اي وجوج نعم بلس نعم، وهنا غادي تبقى لنا اي جوج حتى هي متساويين. اذا الا كانوا متساويين ف ا بي سي دي متوازي الاضلاع. يمكننا كذلك ان نستعملوا هذه الخاصيات. اذا هنا بالنسبه للامكانيات ديال المتجه هي كتعطينا اننا نبينو مثلا الرباعي، نبينو مثلا استقامية النقط، هذه الاسئله في هذه الحدود. الو خاصنا واحد الحاجه اخرى نقراوها اللي غادي تدعمنا اشكال هندسيه اخرى. اذا هنا الدرس ديال بالنسبه للاعداد العقديه فيه مجموعه من الخاصيات، وكل خاصيه عندها تطبيق ديالها في الهندسه. حدا مثلا لاحق نقطه متجهه كنستافدوا منه على اننا نبينوا طبيعه بعض الاشكال الهندسيه مثلا اللي كتعتمد على المتجهات الاضلاع. يعني نقدروا نبينوا كذلك حتى بالنسبه بالنسبه للجداء السلمي، يعني التعامد ديال المستقيم الحدود اننا اللي عطاونا متوازي اضلاع، يعني نستغلوا على ان متجهات ا بي كتساوي متجهات بي. اذا هذا الشيء اللي مهم لحد الان. اذا خاصنا نعرفوا شنو هو المعيار باش يمكننا نعرفوا، مثلا خصنا نعرفوا شنو هو العمده، اذا باش يمكننا نتعاملوا مع مثلثات ومع زوايا ومع اشكال اخرى كما ذكرتوا اللي كتكون بطبيعه الحال مهمه جدا. اذا بالنسبه للنقط، اذا نشوف واحد المثال هنا. اذا الى جينا ناخذ مثلا هاد النقط ا و بي و سي مختلفه مثلا مثلا، اذا الى كانت ا و بي و سي زد بي ناقص زد ا على زد سي ناقص زد تامل الى اخره. اذا كيفاش يمكننا نبينوا هادشي بالنسبه للحقيقه؟ يعني ناخذ هنا بالنسبه للمثال ديالنا، اذا نرجعوا للتمرين، اذا لتكن ا و بي و سي كيفاش يمكننا نحدوا الطبيعه ديال هاد النقط بحيث ان النقط تكون مستقيمه. يعني باش تكون النقط مستقيمه خص يكون زد بي موان زد ا، زد سي موان زد ا كتساوي الى اخره. عرفناش؟ الوغ الى زد زد موان ا على اي زد كتساوي الى اخره. اذا خاصنا نحاول اننا كيفاش يمكننا نعتبروا هذا العدد، باش كيفاش يمكن لي نستخلص الامور ديال انه ينتمي الى اخره. اذا اول حاجه غادي نحاول انني نضرب في هذاك اي باش نحيد هذاك اي من المقام. اذا لا ضربت في اي تجينا اي اللي هي اي اسيت هنا ناقص واحد، نعم تعطيني هنا ناقص واحد، فوق تبقى اي زاد ناقص اي. اذا من بعد ملي لقيت، ملي تخلطت من اي في المقام، اذا غادي نوضع زاد، هي زاد في الهندسه، اذا هي اكس زائد اي ايكال، بحيث ان اكس قلنا هو العدد اللي كيمثل محور الاعداد الحقيقيه، والعدد الممثل في الاعداد الخيالي ايكغيك اللي هو ايكغيك. اذا كل نقطه زاد عندها المقابل ديالها بالنسبه للمستوى اللي كيتكتب على شكل اكس زائد اي ايكغيك. اذا غادي نعوضوا زاد بهذا التعبير. من بعد غادي تبسيط ورافق، اذا هنا درا اكس نعم. اذا اي تبسيط كتحاول انك تحدد الاعداد الخياليه ولا الاعداد، لان شنو هو الهدف ديال هذا الشيء؟ اذا الهدف ديال هذا الشيء لان زاد ينتمي الى الخاصيه، اذا كان زاد ينتمي الى اف يعني ماذا؟ يعني الجزء الخيالي منعدم نورمالمون. الجزء الخيالي يعني ليماجينير ديال اي ام دو زاد ايكال ا زيرو، هذا هو المهم. حنا كنستافدوا من هذا الشيء، دونك ليماجينير دو زاد ايكال ا زيرو، دونك ليماجينير دو زاد اللي هو هذا بعد التبسيط و حسبنا عليه. اذا اكس ناقص اكس او كاري ناقص ايكغيك او كاري كي ايكال ا زيرو. دابا حنا بغينا نحدوا الطبيعه ديال هذه المجموعه. نورمالمون كتشوف عندنا اكس وعندنا ايكغيك، نورمالمون واش غيكون؟ غتكون دائره. اذا عندنا اكس او كاري وعندنا ايكغيك او كاري، نحاولوا اننا نزيدو ونقصو، نحاولوا نكتبوا واحد المتطابقه عامه ونزيدو ونقصو هنايا، ثم غادي نلقاو على ان هاد هي دائره الشعاع ديالها هو جذر مربع 1 على 4 اللي هي 1 على 2، ثم المركز ديالها اللي هو 1 على 2 صفر. نعم هذا هو الهدف ديال هذا التمرين ديالنا. اذا قالوا لنا هاد النقط فهي نقط الا كان مستقيميه، اذا لكانت مستقيميه شنو هو الحاله النتيجه ديال هادشي شنو كتعطينا؟ اذا حاولنا اننا
نعطيو التأويل على أن هذاك التعديل اللي هو زاد بي ناقص زاد أ ينتمي إلى إف على زاد سي زاد أ ينتمي إلى إف، بعد التبسيط والتعويض دي زاد تساوي إكس زائد إي غاك. نعم هذه العملية كنستعملوها هكا خصوصا في المعادلات كذلك، إذا في المعادلات أو في التأويلات الهندسية كنستعملوا بهذه العملية دائما، ولكن بعد التبسيط خصوصا دائما في المقام حاول أنك تخلص من إي. إذا هنا حاول أنك تخلص من إي ثم تعويض ب زاد كتساوي إكس زائد إي إي غاك. ألوغ استفدنا من هذه الحالة على أن بعد تطبيقات متوازي الأضلاع ثم النقط المستقيمية.